ونيجي بقى لضيف السفره في الشهر رمضان اكتر، يعني طبق الفول بتاعنا انا مبدع فيه في خلال الشهر كله، سواء الفطار على السحور بقى يعني على الفطار ما اعرفش، بنتجنب الفول ده شويه، الناس على الفطار تحب ترص حاجات بس كتير لازم على مع السفره، على السفره حتى لو عليها خروف ضاني. انا عايز ما جربتش اكل فول على الفطار قبل كده، على السحور اه، انما على الفطار لا. لا اي طيب، انا هعمل طاجن الفول بالسجق. طاجن ده بقى ما اعرفوش خالص. بتحب انت الاكلات الشعبيه؟ انا بحب الاكلات الشعبيه بس الفول ماليش في تنوعات الفول المختلفه، احبه عادي جدا عليه زيت، ممكن ليمون وكمون او عليه طحينه، بس ما جربتوش بصراحه قبل كده بالسجق خالص. بالسجق انا هعمل ولا بس يعني الفول بالصلصه مش بعزه قوي يعني. انا عارفه ان هو حلو جدا طبعا بس ماليش فيه. هو الفول يحب طبعا البساطه، يعني يظهر طعمه مع زيت الزيتون اكتر والكمون، بما ان هو عنده مشاكل مع الكولون والحاجات دي كلها. هو الكمون يعني عنصر حلو قوي، بيفرق في طعم الحاجه كتير كمان، وبيضيف قيمه غذائيه وبيدي طعم وريحه حلوه قوي. بس ما تخلوش يغلي يا استاذه مالي. ليه؟ عشان لو غلي كتير هيمرر. ده ايه الكمون؟ الكمون لا انا بس يعني برشه في الاخر رش يعني من فوق، مش فكره ان هو يغلي. دخلت مي، دخلت ليلى المطبخ، معرفش دخلت ليلى المطبخ. مي المعده. ايوه على بالي. دخلت ليلى المطبخ وعايزه تعمل اكله لمامتها. هي عارفه مامتها بتحب اكله ايه؟ ده سؤال صعب قوي. ماما بتحب الاكل الخفيف، سيبك منها بتطبخ كل حاجه. بس هقول لك اكتر حاجه بتحبها الفراخ بالمشروم ماما. حلو ان انا اعملها لها يعني. حلو برده مع المكرونه ومع الكريمه، فدي حاجه من الحاجات اللي هي كانت بتحب تاكلها. بتحب تاكل الفراخ بالمشروم من ايدك او شوربه المشروم مثلا بالكريمه؟ يعني هي الفراخ بالمشروم اكتر حاجه. طب لما تعملها، لما تعمل ماما الفراخ بالمشروم، انت بقى لما تحب تاكلي من ايد ماما تاكلي من ايد، تاكلي من ايديها ايه؟ لا انا بفتري. بتفتري كل حاجه. تبقى اسكي كل حاجه. الحلو والحادق اللي انا ايه ما بعملهوش في العادي. يعني تبقى عايزه تاكلي كل حاجه تمسك فيها. كل حاجه طبعا. حاجات بقى لان كمان هي زي ما بقول لك بتدمج بين الحاجتين، بتعمل الاكل المصري خالص وبتعمل الاكل كمان ايه اللي يعني الغربي مثلا، بالظبط وفي نفس الوقت بيبقى يعني طعمه حلو، مش حاجه مثلا ما اي حاجه بتعملها ماما خالص. بالتاكيد بيكون طعمها مميز. ما اكيد. طب انت دلوقتي يومك بيبدا ازاي يا استاذه ليلى؟ في رمضان ولا في رمضان؟ رمضان فقره الفطار دي بتبدا انا اكيد في رمضان شوية. المواعيد بتتلخبط المواعيد بتتلخبط طبعا والاوقات بتبقى مختلفه. احنا يعني الميزه ان الواحد معظم شغله في رمضان بيبقى بعد الفطار، فبيبقى معاه بقى اليوم بحاله من الصبح، يعني يفكر بقى هيعمل ايه على الفطار وايه الحلو وايه الحادق. فبيبقى بصراحه معاك وقت كافي ان انت في اليوم كله يعني. في اليوم كله بيبقى يوم عادي بقى، لو في حاجات مرتبطه بالبنات او كده بخلصها طبعا، الصلاه وقرايه القران وكده، وبعدين بقى بنبدا نفكر في هناكل ايه. الفطار نبدا بعد صلاه الظهر نفكر في بالظبط ايه الاكله اللي دخلت ليلى تخش المطبخ تعملها تقول ما حدش يعملها غير ليلى وبس. انا بعمل صدور الفراخ بالسبانخ حلوه قوي. اللي هي محشيه سبانخ وعليها من بره روزماري. حلو. وبتبقى جوه محشيه سبانخ وجبنه. دي من المطبخ الفرنسي، طالما فطيره سبانخ تبقى على طول. هي مش فطيره سبانخ لا ده هي صدور الفراخ محشيه بالسبانخ. هي طبعا زي كوردون بلو كده مثلا يعني. بس انا مش بحب بقى الكوردون بلو، انت بتغطسها في زيت طبعا وبتبقى في بيض وبقسماط. انا عاده بحب اعمل حاجه في الفرن علشان الدهون تبقى قليله شويه. طيب. مش بحب تبقى الدهون كتير في استاذن حضراتكم بس نشوف بقادير الفول، طاجن الفول بالسجق خدناها تمام. سجق طبعا عند الاستاذه مي هنا، الاستاذه ليلى، ومعانا الفول بتاعنا الجميل. ايوه الفول ده حطيت عليه ايه بس؟ الملح والفلفل بس؟ اربعه. لا حطيت توم، حطيت توم وزيت زيتون. كده بالشكل ده. التقليبه دي كده. وطاجن فول بالسجق شعبي لطيف وحلو على طريقه الاستاذه ليلى. واضح ان اصحابك بيحبوا ياكلوا من ايدك يا استاذه ليلى. ما انا لما بيكون في عزومه او كده بطبخ بقى ايه بمزاج قوي. فهي يمكن بمناسبه العزومه بقى كله بيغرق في العزومه، يبقى ايه محتار يعمل ايه ولا ايه، وفي الاخر السفره تلاقيها مليانه، ويمكن يعني بعض الاكلات مش على ذوق المعزومين. هل لما بتعملي عزومه بتعملي على ذوقك انت ولا على ذوق اللي انت عازمهم؟ لا مش على ذوقي. يعني ممكن اعمل صنف واحد على ذوقي، بس براعي ان بيبقى فيه بقى كمان الاطفال الصغيرين بيكونوا عايزين ياكلوا حاجات مختلفه غير الكبار. يعني مش كل الناس هتتقبل كل حاجه، فدايما في العزومه بتلاقي بقى في تليفون صغير كده تحب تاكله ايه يا اولاد النهارده؟ اعمل لكم ايه؟
بالذات براعي بقى الولاد الصغيرين، لان هم اللي احيانا بيبقوا محيرين لو متعودين ياكلوا حاجه معينه. فدايما بتلاقي الحاجه المضمونه اللي هي مكرونه بشاميل، رقاق باللحمه المفرومه، اللي الكل كده كده هيحبها، محدش بيعترض عليها، محدش بيعترض عليها طبعا. البنية. الفراخ بالظبط، صينيه البطاطس بالفراخ، الحاجات التقليديه والريحه حضرتك في اللوحه الفنيه اللي انا بعملها دلوقتي. هايل جد، شفت الطبق ده؟ ده طبق فول بالسجق. طبق معتبر. استاهل. السجق انا ما شفتش حاجة حطيته ايه في الصلصه ولا عملت لا ايه. لا انا السجق حمرته في شويه زبده وفص ثوم. زبده وثوم، ونزلت عليه بطماطمايه مبشوره كده. والطاجن ده هيخش الفرن دلوقتي ياخد لون، ياخد وش، بما ان انا حاطط زبده. وعلى فكره شفتي ده العود النعناع، ده عود نعناع اخضر عشان ريحه الثوم. اللي ياكل من الفول ده ما يبقاش ريحه الثوم في بقه، فالنعناع هنا بيفصل ريحه الثوم. ناخده في الفرن يعني بياخد وش ايه؟ بيقعد 10 دقايق؟ 10 دقايق بس ياخد لون، بما ان انا حاطط زبده السجق ياخد لون. هو مستوي. حلو. ندخله الفرن. بعد ما ندخله نشوف المكرونه. يلا ندخله الفرن مع بعض. يلا. حلو. احنا كده تمام، ممكن نشوف بقى المكرونه نبتدي نحطها. طاجن الفول بالسجق هنا يا استاذه ليلى ميزته ان فيه العناصر الغذائيه اللي بتدور عليها، اذا كان بروتين حيواني، بروتين نباتي، طعم، خبره طهويه، كل حاجه موجوده. مفيش. وبعدين بحب دايما ابدا يعني العصير، بحسه ومش بحب اشرب عصير ساقع. شفت الفول ده مع السجق عامل شكله روعه. يعني بحس محتاجه دلعها فاروق، دلع الطبق ده، يستاهل. هو ده الشوربه بتاعتنا.